أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا تلفت السلعة في يد الوكيل بدون إهمال منه، إذا تلفت السلعة في يد الوكيل بدون إهمال منه وأراد أن يضمنها للموكل، فهل يجوز ذلك؟ أراد أن يتبرع له ما يخالف، هذا تبرع. إن قال والله مسيكين وضاعت سلعة وأبا خسر له من باب المساعدة لا بس. نعم. أما أنه واجب لا. نعم.